ولكن يقصد الإنسان المسلم أن يفعل بوالديه شيء كهذا لا يعقل لا يتصور. نحط روحي في دار العجز خير، فكبر علي أربعا فأنا ميت وأنا حي، أنا فوق الأرض، باطن الأرض خير لي من ظاهرها. بابا واش رايك في الاولاد اللي ولاو يدوا الامهات ديالهم والاباء ديالهم لدار العجازه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلقنا وللاسلام هدانا وبالدين قوم سلوكنا وبالسنه هذب اخلاقنا وبالعلم نور عقولنا وافكارنا، والصلاه والسلام على من بعثه رحمه للعالمين ورساله هدى للثقلين محمد بن عبد الله خير هاد لدار السلام ومنقذ للناس من دياجير الظلام. انه من المؤسف ومن دواعي يعني الاسف والحسره والاسى نرى يعني ناس هكذا يدوا والديهم لدار العجزه، والله شيء ظلم اجحاف في حق الوالدين اللي ربي سبحانه وتعالى ربط الطاعه تاعو بطاعتهما، وقضى ربك في سوره الاسراء الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. هكذا نعمل مع من تعاني يعني الام، قال لك يعني السطر هذاك اللي يحكم اثناء الولاده اللي ما يقدر يتحمله حتى واحد فوق الارض، يعني لو انت تطوف بيماك فوق الكعبه سنوات وقرون ما تجيبش هذاك النهار اللي جابتك فيه، بعدين تاخذها يعني على دار العجزه. والله هذه لا ليست لا في الدين ولا في العرف ولا في الانسانيه، حتى الحيوان لا يفعل هذا باولاده. تعتبر افه اجتماعيه. تتصورين ان غزاله تم يعني انقض عليها يعني اثنين من الفهود، وهي لما شافت الابناء نتاعها يعني باش يسلكوا خلاتهم يعضوها باش ما يلتوش مع اولادها. كاين تضحيه اكثر من هذه؟ هذا حيوان، هذا حيوان ليس له عقل. تصوري بالام والاب، سبحان الله ما كاش دخول للجنه. ديري واش تحبي، قومي نهار صومي الليل، صومي نهار وقومي الليل وديري واش تحبي، ما تجيش في واش دار والديك، مستحيل. يعني نحن نتاسف هذه الظاهره لا يقوم بها انسان، وخاص الجزائري بغض النظر عن جانب الديني. الحمد لله الناس الجزائريين فيهم رحمه فيهم عطف فيهم خير، بكل ما يحدث الان من اسباب الفقر والمشاكل الاجتماعيه، بصح ان يصل الجزائري، انا اقول لانه باسم جزائري، ولكن يقصد الانسان المسلم ان يفعل بوالديه شيء كهذا لا يعقل لا يتصور. يعني اسمع تفضلي، ما هو السبب اللي يخلي الراجل يدي باباه ويماه لدار العجازه؟ هذا هو الاشكال. والله معظم الاسباب الان يعني نحن نتاسف بذكرها الزوجات هذا الوقت الا من رحم الله. يعني غير تجي تبدا نحي باباك نحي اخوك نحي الفاميليا نحي كذا وفهمت، ومن بعد هو ما يفيقش الطفل المسكين هذاك يبدا يسمع الزوجه ديالو، مع الاخر كيسمع بلي يماه مات في دار العجزه يجي يندم بصح ولا تحين من دم. كما حنا نقولوا ما يزوروهمش في دار العجزه، هذا يعني ذنب عظيم، ذنب عظيم، ظلم في حق الوالدين، ظلم يعني ليس بعده ظلم انك لا تزور الوالدين. نحن نتكلم عن صله الرحم اللي هم الاقارب واللي بعاد واللي لازم تروح تزورهم، سينو ما تعقبش فوق السيراط، ما تجوز فوق السيراط، انت تحوس والديك ما تزورهمش. ذنب، ظلم. لا قدر الله زوجتك قلبت منك تحط والديك في دار العجزه، لا قدر الله. نحط روحي في دار العجزه خير، فكبر علي اربعا فانا ميت وانا حي، انا فوق الارض وباطن الارض خير لي من ظاهرها.